هي ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي لتنظيم هذا الاجتماع الطارئ. هذا الاجتماع يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها أشقاؤنا الفلسطينيون جراء الجرائم الهمجية والاعتداءات الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبي ذنبه الوحيد أنه رفض الانصياع لمنطق سلب أراضيه بالقوة وعارض سياسة الأمر الواقع. لقد شاهدنا جميعاً الصور المروعة لقتل والدمار، وتابعنا على المباشر الاعتداءات التي تستهدف حياة ومقدسات الفلسطينيين في القدس المحتلة والغارات الوحشية التي توزع الموت والرعب في قطاع غزة المحاصر. أيعقل بعد هذا كله أن نلزم الصمت خلف شاشاتنا؟ نعد القتلى والجرحى بالمئات، خاصة من الأطفال والنساء والشيوخ، ناهيك عن الخسائر الفاضحة في البنية التحتية الرئيسية. وهذا الصباح رياض المالكي قد أتانا بأرقاء مروعة، خاصة بتدمير الأقسام المدرسية. أمن الممكن بعد كل ما رأيناه بأمع أعياننا أن نلقي السمع للأطروحات الزائفة التي تحاول أن تبرر الصمت المشين لمجلس الأمن، أو تلك التي تضع على قدم المساواة المعتدي والمعتدى عليه الظالم والمظلوم؟ لا شك سيدي الرئيس أن أي محاولة لتزييف الحقائق وقلبها مآلها الفشل لا محالة أمام الأدلة الدامغة والموثوقة لعمليات هدم البيوت على رؤوس سكانها الأبرياء، ولكل أشكال الظلم والقهر وانتهاكات حقوق الإنسان. ولا ريب أن الحصانة الممنوحة للاحتلال لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتعقيدا، فضلا عن أنها لا تخدم مصالح المستفيد منها في المقام الأول. السيد الرئيس، إن مبعث المبادرة المشتركة بين المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي، والتي حظيت لاحقاً بدعم مجموعة دول عدم الانحياز، يكمن في حمل منظمتنا على الاطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب الميثاق. فأمام عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف من هذه الأحداث المأساوية، ترى المجموعة العربية ضرورة تحرك الجمعية العامة على وجه السرعة لاعتماد خطوات عملية بغية التواصل إلى وقف شامل للعنف المسلط على الفلسطينيين، واستعمال كافة الوسائل المتاحة في سبيل حمايتهم وحماية مقدساتهم. من هذا المنطلق، ترى المجموعة العربية أن خطورة الوضع تستوجب تضافر جهود جميع القوى الحية من أجل ضمان الوقف الفوري للعدوان والتكفل السريع بالأزمة الإنسانية الكارثية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم العمل على توفير المناخ والظروف المواتية لاستئناف عملية السلام قصد معالجة جذور الصراع بإنهاء الاحتلال جميع الأراضي الفلسطينية وفقاً لمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما تنتظر المجموعة العربية من الجميع إدانة واضحة وصريحة لعمليات القتل الممنهج التي تستهدف الفلسطينيين، بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب في حق الفلسطينيين العزل. وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة إعلان حالة الطوارئ الإنسانية لتمكين المجموعة الدولية من المساهمة الفعلية في التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين، والتحرك لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يئين تحت وطأة الحصار جائر منذ 15 سنة. سيدي الرئيس، تأتي هذه الأحداث الأليمة لتذكرنا مرة أخرى بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني الأبي الرازح
تحت الاحتلال والحصار الذي نحيي صموده وتمسكه بحقوقه المشروعة، كما تؤكد تقصير منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن في العمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تغذي حالة اللا استقرار على الصعيد الإقليمي وتهدد السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الإطار يجدر بنا البدء بتسمية الأمور بمسمياتها، فاحتلال الأراضي الفلسطينية وباقي الأراضي العربية يبقى احتلالاً مهما طال الزمن، وهذا الاحتلال بطبيعته يبقى مولداً ومصدراً لأبشع الانتهاكات. لذا فالقضية الفلسطينية لن تعرف طريقاً للحل إلا عبر معالجة الأسباب الجذرية للصراع برمته، عبر إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبهذا الخصوص تؤكد المجموعة العربية على أن مدينة القدس الشريف المحتلة تبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية وجزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخ القائم بها ومقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الأقصى المبارك. سيدي الرئيس، 76 عاما تمر على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، ظلت خلالها القضية الفلسطينية الثابت الوحيد على أجندتنا في مدة اعتمد فيها مئات القرارات، أكدت جميعا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. رغم ذلك لا يزال الظلم التاريخي الممارس بحق الفلسطيني قائما ليومنا هذا، ولم تعرف الوعود المقطوعة لإحقاق الحق من قبل المجموعة الدولية ممثلة في جمعيتنا الموقرة سبيلاً للتنفيذ، بينما يستمر تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم وأرضهم. أين نحن من القرار رقم 181 الذي قضى بالتقسيم وإضفاء صيغة دولية لرعاية مدينة القدس مرفقاً بخريطة تفصيلية بالحدود المقررة؟ ومن مؤتمر مدريد التي منذ 30 سنة اليوم هذه السنة، مؤتمر مدريد للسلام واتفاقات أوسلو، وأين نحن من مئات القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العامة وعشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن انطلاقا من قرار 242 لسنة 1967 إلى غاية القرار الأخير 23-34 سنة 2016. خلال هذه المدة قامت السلطة القائمة بالاحتلال بالسيطرة على ما يزيد عن 85% من الأراضي الفلسطينية، بينما تتعرض القدس لحملات التهجير والتدمير التي تستهدف تشويه هويتها. لذا فقناعتنا راسخة أن لا حل للقضية الفلسطينية من دون اتخاذنا جميعا موقفا شجاعا لوضع حد لأمرين اثنين: الإفلات من العقوبات والاحتلال الأراضي الفلسطينية. وشكرا على كرم إصغائكم. I thank the Minister for Foreign Affairs of Algeria for his statement.